شو رايك يلا عدي نحنا ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي ليش عاطي الحد تودي 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 حقيقة وفي بني بحر بدين صوت يكون عالي تجيب في الدارة بشرة بدين نغم الحنين الجال نعزف له أحلى وتر
تمام جنابك. أبو الأسراف، المسؤولين من نقاط التفتيش تحركوا عليها، وناس الحراسات يمشوا الحراسات، مفهوم؟ طابور انصرف. انتباه صفا، انتباه. ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ وين الاشراك بتاعك؟ مخزن. ليه في المخزن؟ راح تراحة؟ تاني ما اشوفك هنا بالشكل ده، مفهوم؟ مفهوم. لازم العسكري يكون منضبط، مفهوم؟ مفهوم. مرحب، جاي من وين؟ ابو دليك؟ تعال معي. وقف.
القضية مشت وين؟ القضية ركبت الحمار ومرق. طبعا مشت ليهم. والله الولد ده ما سقط حجرنا اصله ما يجينا منه خير. مرقت ميتين مرقت جبال فين الدول؟ برجع ليش الميدان؟ تمام يا فندم. وصل لي هنا اشاره بيقول انه مسجونين سلمان عبد الله دكين الدور لازم يسافر ابو دلك عشان المحاكمه بتاعنا هيكون هناك. محاكمه في شو ساعتك؟ لا دي قضيه ثانيه. بكشاويش تمام يا فندم. هم باقي لهم مده هنا في السجن ده؟ بالنسبه لسليمان عبد الله باقي له شهرين، لكن دكين الدور باقي له شهر ونص. خلاص بلغ مساجين اي واحد هجاني يوصلهم ابو دلك. بلغ مركز ابو دلك. تمام يا فندم. كيف حال؟ بخير الله يسلمك. ايام زاد وانا ما عرفت اسوي معاك فيه. هو مالو مسخي معاك يا بشاويش حميده ده؟ والله كرهنا الشغل زاد. هو مره ملكيه ومره عسكريه. والله اسمع كسي عملك طابور زمن. هلا كان عنده حياه قاعد تعمل راسه. شابيك المامور قال المامور سوى المامور ده. ومشكلته معك شنو؟ قال لي بكره احتفال المدرسه الشماليه وحيشرف المامور. ايوه نسوي له كركول شرف. قلت له ده احتفال شعبي ساد والمامور ضيف شرف، نسوي له تشريف والقروي. كلام زين. لا لا نفذ الامر انصراف. قصه عجيبه خلاص. اها والمامور رايه شنو؟ ما قلت له نمشي شاور المامور. قال لي لا نفذ الامر انصراف. والله العظيم ما عرفت اقول معه شنو. اخوي ده انا بهمني اللي يهمني انك تعزمني قهوه. الله امبارح مين عزمك انا؟ ها؟ هيا هي قهوتك بالتمر دي؟ هيا هيا هي حاجتك سويتها لنا مرتك بالملح وقالت بسكر بغيض. الله يجازيك يا حمد. والله لا انسى طعامه في خلقك. ماشي يا حمد. الله يلعن حمد يوم حمد. فندم اجمع. حمد؟ نعم يا فندم. اسمع يا حمد، نحن جاتنا برقية مستعجلة من مكتب ابو دليب من المركز، قالوا فوقا انه لازم نرحل لهم مسجونين سلمان عبد الله ودكين الضو فيشان عندهم محكمة هناك. بعد البرقية دي وصلت ناداني المامور واجتمعنا سوا، اخذنا ودينا في الكلام. بعد ما خلصنا اجتماعنا وكملنا الشاهي قدامنا قلت له لا. قال لي شرط. قلت له يس. الا الحكايه دي صعب الحيل. قلت له نو، المحكمه دي لازم تتاجل، نحن نعمل اشاره لمكتب ابو دليق ياجر المحاكمه دي فيشان نحن عندنا هنا نقص في القوه. قال لي كلام كده غيرت رايي. قلت اخير المساجين ديل يمشوا. فكرت وغدرت واخترتك انت. قلت له اللمباشي حمد ده درس طلقته تجيب الحمامه طايره، انا مربيه ومدربه ومعلمه، دايرك تستعد وتتجهز وسوق دكين الضو وسليمان عبد الله باكر دوش وتقبل على ابو دليق. ثقتي فيك كبيره وانا معلمك حاجات كثيره. اصله بيني وبينك المامور ده انا معلمه النيشان. حمد استعد، صباح فجر تقوم ابو دليق. تمام يا فندم. انصراف يا خضره. خضره هاي نظامك يا خضره؟ المره بطونه موجعاها. اجري بكريه ولا والده؟ بكريه. Thank you.
باكر ان شاء الله ماشي على ابو دلق الماموريه. الماموريه حاولت المساجين دي اللي ابو دلق واخذ لي يومين ثلاثه وبجي صار. الله ربنا يوفقك بالسلامه. ان شاء الله. ربك يا حجابي. نعم. اها. المرأة ما خلاص قربت؟ والله قربت لكن امبارح تعبت شديد الساعه حتى اذن وانت ماشي البيت. يا زول. الله. أزول ما هي حاطة الوضوء لا تشيل همه. سلمان عبد الله. نعم. دكين الضوء. نعم. استعدوا. صباح باكر فجر حتمشوا ابو دليك. ابو دليك؟ اي ابو دليك. مالك مهجوم كدي؟ سويت شنو هناك؟ انا في بهيمه وطلعت مردانه. الا دكين ما عارف يسوي شنو. لكن ماشي يفوت البهايم وين؟ استعدوا فجر حتمشي ابو دليك محكمة راجاكم. دكين زيارة. عزبتك معايا يا رضيع. الزول كان ما لقى اخوه في الحاره يلقاه وين؟ مشوار يا رضيع طويل للمركز. بدروبك شنو هناك تاني؟ في شنو؟ يا ابو دليل. اللي قالك منو؟ قال له مباشر. سويت شنو تاني يا دكينة اخوي؟ الموضوع بسيط. وبتقعد كتير هناك؟ ما معروف. يعني بيسجنوك في البكان البعيد ده؟ لا لا، حيتحروا معي هناك ويرجعوني تاني هنا. الله يجيبك بالسلامة. الله يسلمك يا رضي. زيارة انتهت. دكينة اخوي بتاه جسمتين في الدنيا دي يا دكين. وبعدين يا حجابي المرأة في حالة وضوء والديون كترت، حال ما تقبل ما قفل عليك. صار انت كيف قدامه ساكت ما في سترك يا رب، سترك يا رب، سترك يا رب، سترك. Thank you.
من ولا من يا هلال يبينا جرب وجاء لكن مبدور جزاء حلال الحاملة مولا من جاهلا يبرينا جرب وجاء لكن مبدور جزاء حلال الحاملة من ولا من جاهلا يبرينا جرب وجاء لكن مبدور جزاء يا حلال الحاملة من غلام جاهلا جبريل ناجى ربوجا حلاك مهدور جزاء يا حلال الحاملة من غلام جاهلا جبريل ناجى ربوجا حلاك مهدور جزاء يا حلال الحاملة من غلام جاهلا جبريل ناجى ربوجا حلاك المبدور جزاء كنت وين يا مكتوحة الطالي؟ ما تنظمي تكلم معاك. كنت عند السجمان مثلي مو كدي؟ اي مشي والله كان كدي درت الكتف والزيانة ده كله فيش عم مشيت لي اخوي اخوك بس سنين اللي ياخده وياخدك معاه بدورنا نهمله يابا فيشان يقولوا هملوا جناهم سواها بايده ما في زول انجبل يا ناهلوا والضفر ما بيمرق من اللحم مرق من ايدي سواني في خشم الناس قلل قيمتي عندهم انا عندي وش انا تاني عندي وش انضم ولا قابل لزول ان خليناه يا هنا الماشين يقولوا هملوا جناهم جناهم من عامل لهم حساب ما كانت دي عمايله شدة وزول يابا دكين الكان هدو ورضي اعتطر يابا وقته الكان منا الليد للخشم دكين الكان بترسل للقريب والجار وانا الكان بشيني فوق ظهره ويجري بي الفريق كله من غير ما يفهم بعد ما ماتت المرحومة مني ما كان عندي زول غير كان أمي وكان أختي وكان أخوي وأنا قصرت في حقي كان رضيع لا ما قصرت يا أبا ما يكسر أنا أيام أنت رعيتنا وأنت طويتنا تحت جناحك وكبرتنا إلا أنا كان قصدي أقول إنت كنت مشغول في درب المعايش وأنا كنت صغيرة وبدور الرعاية ما كان في زول غير ذكي وما بنسى فضله عليه وجا دوري في شان أقيف معاه ولامي يمرق من محنة الوفية دوري تخالف كلامي عشان يقولوا الضو ولاده مرقوا من نيده وغلبوه لا حاشاك يا أبا سامحين بتسمع كلامي ما تمشي له تعب خليه لا من يملك انا بدوره يتادب يحس بغضبنا ليه يمكن ينفع فيه وبعدين كلها شهر ولا اقل لو يمرق في نصيبه تاني يابا عمل شنو تاني تكين بكره حيرحلوه محكمه ابو دليل وما معروف اللي يبقى له فيها شنو كده يقولي ما نفع بتمشي تزوره يابا انا حلق بالله ان عفن ورقت في السجن ما امشيله لا يابا الا ويا التلوي حنكك والله يومك تطلع خشم الباب ده وتمرق لا برا الا كتفك للبيت ها
حجابي. اهلا اهلا وسهلا، كيف حالكم؟ انا حجابي. اوه بتجاوبش حميده، ازيك؟ كيف حالك؟ ازيك؟ طيب الله كويس، الله يحفظك، الله يبارك فيك. الله يسلمك، مبروك الحجان الصغير. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. السلام عليكم. مبروك، الله يبارك فيك، مبروك حجانك، الف مبروك يا حجان. الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يربي الجميع. تفضلوا. الحمد لله، الله يبارك فيكم. تفضلوا. مبروك يا اخي. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ان شاء الله كويسين. الله يا حميد، تفضلوا. تسلم، تسلم ان شاء الله. بسم الله، بسم الله. هوب على ذكر شويه. تفضل تفضل حجابي. حجابي الجمري بزحلق رواطيها. حجابي ذراعي الذكر. يا سلام يا تقال ترقيتو لين باشا دي جات ساكن. حجابي ده ساكن لينا حنباتها ثلاثة يوم، ثلاثة يوم. الجمل ده ها 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 ما نزل من ظهر الجمل. شوفت كيف؟ يعني لحقون، لحقون عوّق فوقهم اثنين. شوف الفراسة دي، كان قدامه بقتلهم اللي عوّق اثنين، وقبض اثنين ربطهم جابهم بالسعية معاهم. طوال يترقى أنباشي. الله. أيه شدوا حيلكم ان شاء الله. ها شدوا حيلكم. ايوه شدنا حاجينا في الترقيه. المامور قال نو، قلت له شرب يترقى. طوالي سمع كلامي ورقوه. ده المامور ده ولا الفات؟ المامور القبال ده. ايوه القبال ده. انا ما علمت النيشان يعني. ده ما علمت النيشان؟ ما بعرف النيشان. ايوه علمت النيشان. تفضل. يا سلام. تفضل يا تفضل يا رشاد. يا سلام. شيل شيل شيل. خلاص الحمد لله. والله شيل ما شاء الله. تفضل غيره. شيل 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 شيل. شايف مين؟ الله حياوي. ذكرت أنا زمن. تذكر الولد الأولانية ساعتك جبت الخروف. خروف الدعول. الله يا جماعة حجابي إذا جاب لنا خروف فوق الولد الأولاني. بس قالوا الولية تعبانة، ما تعبانة جرينا من مركز مشينا البيت. بس قولت الحمد لله على السلامة. حجابي وقف الكبش قدام البيت، كبش دعول له قرينات. تذكروا أربعة مسجدين ما قدروا يخطوه فوق الواقع. جروا فوق السكين دي كذي أبد إلا صدودان سوق صنونه جابوها تاني. هيا دهين هسا انت جبت له شنو؟ ان شاء الله يتربى في عزك يا حجاب يا اخوي. ده لو فضل عز يتربى فيه. زول قولها لطيف، الدنيا بخيره. استغفر الله العظيم. وين فضل ما شايفه وجاي معاكم؟ فضل بيحاول يسوي اشاره لمركز ابو دليك. نعم. نحن حاولنا نتصل بمركز ابو دليك، ابد يجي معانا كله. أنا قلت للمامور أسوي لي مامورية صغيرة وأقوم بروحي أمشي أقابل الناس أبو دليك ديل وروني حكاية المساجين الجايين. المامور قال لي نو، قلت له شرب نو شرب نو شرب. ما فكاوا مني إلا ناس أبو دليك ذاتهم اتصلوا قلنا خلاص يعني بعد ذا الخط بيفتح. أنا خليت فضل وحاول فوق ثاني عشان يدون الاشاره. والله ما شاء الله. ايوه هسه انا بقوم امشي عشان حكايه الاشاره دي مهمه ومستعجله خالص. كتر خيرك. تفضل. والله ما ودعتك الله. ما قصرت. السلام عليكم ورحمه الله. حمد بجاويش. ما شاء الله. الله يبارك فيك يا حمد. ان شاء الله كويس. ما شاء الله. كيف حالك؟ كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. الحجابي الف مبروك يا اخوي. الف مبروك. والله يعجبنا لك. الله يفرحنا فرح شديد يا الحجابي. الف مبروك. الله يبارك فيك. كيف حالكم؟ شوف يا حمد. ايوه. انا مشيت عبد الليك. حجابي يكلمك بالحاصل. لا كويس. مستعد للسفر باكر؟ ايوه مستعد. تب. عافية عليك. سلام يا رجاله. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. السلام. مبروك يا حاجه. مبروك.
الله يبارك فيك يا حمد. قال شنو زول ده؟ والله يا قصة تعال اقول لك. تعال مالك هالحاجات؟ انا قلت هسه القاك بدور تطير من الفرح. مالك من طاقة اخوي؟ من اللي علي يا حمد. نعل ما في عوج. ناظر لي نظر. اني ولد ابه توفى. وسع حق الجدادة ما عندي. تفرج يا اخوي. تفرج. من وين يا حمد؟ استغفر الله العظيم يا اخوي. استغفر الله. ربك كريم. استغفر الله العظيم. من الصباح اضرب اخماس في اسداس ما لاقي لها حل. يا ريت اخوي كان عندي شيء. كنت بساعدك. الا الحال من بعضه. المشكلة الزملاء كلهم حال يغنى عن السؤال. انت الحجابي اخوي ما تقوم المأمورية دي بدالي. ايه والله قوم عزول تلقى لك قرشين ثلاثة تحير روحك من الزنقة دي. يا حمد انت محتاج للسفرية دي اكتر مني يا اخي. يا اخوي تصرفك عاجل. المأموريات ما وضع خير في غير. هنا التعليمات ما طلعت تتغير. نروح للبيجاوش نكلمه نشوف رأيه شنو. في الباقي لك بيحصلة يا أخوي. نجرب ما بنخسر شيء. لا نضيع زمن ساكت. قومك عليه نمشيله. ألو أيوة معاك يا أبو دليك. ايوه معاك دقيقه واحده. ايوه خلاص خلاص الاشاره وصلت. ايوه وصلت وصلت. عليكم السلام ورحمة الله. العمدة في الفريق فيه؟ أبدا العمدة ده دقش الخلا مشى على عزة. إن شاء الله خير. لا خير بمش وجهه. إن شاء الله ما في عوية. لا ما في عوية بس في مساجين جايبيننا من مركز شندي عندنا هنا في بودليك محكمتهم بكرة. بدوروا أي أحضر المحكمة. مساجين؟ مساجين من شندي ديل منون ديل؟ واحد سليمان والثاني اسمه دكين الضوء. ها يا جماعة وضحتكم والله. الله يبارك فيك. العزين العزين هو يا عزيزان مالك عقي مالك يا مصيوب نفسك قايم شعرة حلقك نعم ما في عوجة. دكين يا العزيم جايبينه من شندي
رسيجن شندي تبدي لك عنده محكمة. جبت الكلام ده من وين يا مصيوب؟ يا أنا عسكري نبدي لك وقال دار العمدة الشهادة. أمش أمش الشمخ وخد بند الليالي الحرة والبراق برق من أجاب القرة. شوف عيني الصغير شوف عيني الصغير بجناح وكفت الفرة تلقاهم خدود الليلة مرقت برا. تعرف ليه مشهيد الرقاد والفرة فلاخ المصب وبتبين تتورى بحيا بمحل من الصعيد من جرش أحض الله الكريم ما تلقى فيه مضر. عشار حبابك الحسين وين أبكف؟ أبكف مرق عليه جبل غادي أركب سوق هذول أركب أرح أركب فيش نازل دكين 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 مرحلين من شندي باكر وجايب ودلي راجلك زمن يا دكين ويومك الليلة تمه. دكين لم تنقم الليتين سيبوا التاني بتدور بتان وهج السراب سبح حقيقة وفيه نتبحر بتان صوتك يكون عالي تجيب في الدارة تتبشر بتان نغم الحنين له أحلى وتر دكين Thank you.